حافظوا على مصر بترول، حافظوا على عمرو عبد الناصر، حافظوا على كيان مصر. مصر مستهدفة، والله مستهدفة، عشان عارفين ايه يدمروا مصر. الله أكبر، الله أكبر. هذه القاهرة العظيمة ياخدوها، يا مصنع كيماويات، شركة عظيمة يا مصر بترول. ارحموا مصر بترول، شيلوا ايديكم عنها شوية يا جماعة، يا مسؤولين بصوا، مصر بترول مش أرض فاضية، ده مستودع والله. اللي بتقول أرض فاضية مستودع أهو، مش أرض فاضية، عايزين تبيعوها ليه؟ العمل عبد الناصر ثورة 52 عايزين تاخدوه مننا تاني، عايزين تنهوا القطاع العام، حرام عليكم يا ظلمة. ارحمونا بقى. ادي مخزن الزيت اهو، مخزن الزيت كله اهو، بص كده مخزن الزيت. بص يا اسطى قدام عجلة كده عشان تتصور. ادي مخزن الزيت قدامك اهو، يقول لك ده انت فاضية اهو، مخزن الزيت والكيماويات. الله اكبر، بتوع القاهرة حافظوا على القاهرة، القاهرة مصر، ومصر بتقول مصر، عايزين ياخدوها ليه؟ شركة الكيماويات هي أي حاجة فيها خراب في البلد يعملوها، المواطن ملوش لازمة عندهم، وربنا كرم بني آدم والناس ما بتكرموش، الناس دي بتقتل بني آدم، منهم لله الظلمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، مش اللي يتقي الله فينا، يتقي الله فينا يا ظلمة، يتقي الله فينا. يبين شركة مواد تعملوها عشان تبعتوا الناس، عايزين تسيبوا الناس أكتر من الناس عيانة، الناس تعبانة مش عارفة تتعالج. ده أعضاء مجلس الشعب ما بيجيبوا قرار على مدى الدولة، بيكون الراجل مات وشبع موت، على الكلام ده بيجي. عايزين تعملوا مصنع كيماويات عشان يسمي الناس، اهالي دمياط رفضوه، واحنا عايزين يتعمل على ارض مصر البترول. حافظوا على مصر وعلى كيان مصر، دي ثروات مصر البترول، عايزين تعمل عليها مصنع كيماويات ليه يا ظلمه؟ يا ظلمه اتقوا الله، اتقوا الله فينا. مصنع اجريوم او مصنع الموت، هل هو من اجل تعيين 7000 عامل ام من اجل اباده المواطنين؟ لقينا لحضراتكم وقفه احتجاجيه نظمها اهالي شبرا الخيمه من اجل الاعتراض على بناء المصنع ورفض الفكره من الاصل. احمد عبد الفتاح لموقع شبرا ميديا.